واعطيوني الحريرة والخبز خون وشي شوية ديال اتاي. السلام عليكم. كأس العالم في الجيب وكأس إفريقيا في الجيب. هذه بقوا تابعيكم تديروا عقلكم، ما عندكم مازال ما درتوش عقلكم، تقولوا ان الصحراء مغربيه، ان المغاربه خوتنا، اننا نفتحوا الحدود، راه حنا موراكم، تديروا عقلكم. ندوزوا الاول فيديو بلا ما نطولوا كالعاده على بركه الله. اول فيديو اول فيديو الرب يفهموني. الجزائر كل اليوم يهضر على المونديال، انا في الجزائر في المونديال، الجزائر في المونديال، اللي تهضر مع الجزائر في المونديال حاجه اوفيسيال ما كانش. هاو فحت هاو فحت هاو فحت رايح الجزائر في المونديال بينون. اقسم بالله الى العالم كله كيضحك عليك، العالم كله كيضحك عليك. وعلاش؟ والناس راه صافي راه حسموا، راه تحسبوا المجموعات، تحسموا المقابلات والتواريخ والساعه فاش غادي تلعب الكاميرون. غادي يجيو يقولوا الكاميرون لا جمع حوايجك رجع للكاميرون باش تشارك الجزائر. اين المنطق من هذا؟ اجي نشوفوا الفيديو التالي. راه مازال كيتيقوا زعما كيقولوا 11 في الشهر غادي يعلنوا زعما غدا. السلام حي الله الباريس. اخي في الله خالد الله يسلم عليك. انت واخا مع الموسيقى نشوف هنا اتصال من جزائري، اسمع اش غادي يقول لهم. لضيوفك الكرام وخاصة لرفيق حداج. اهلا اهلا خويا. شوف عقلتو دابا في هذا المجلس ديال قطر، عقلتو في كأس العرب الفضيحة اللي دار الجزائري، جاب الكادو عطى لكل شيء غير المغربي ما عطاش، وناض اليماني ولا العماني ولا شكون هذاك نتحيح قال لهم علاش يا صاحبي راه حنا عرب راه اين علاش ما تعطيش لكل شيء، علاش ما تعطيش حتى المغربي؟ راه حتى هذا تحية لكم وخاصة الحلي. زعما حياه هو بزاف، علاش اصاحبي علاش بالكم صعب على التخربيق هذا الكراغي. انا جزائري الاصل، اقول لك الشعب الجزائري وكل العرب يتمنى لكم التوفيق لدولة القطر. الحس معروفين هما بتلحس. كيلحسوا عوض قطر، دابا على بالهم ان قطر هي اللي غادي تحسم في الامر ديال المشاركة ديالهم لشعبها ولأرضها إن شاء الله. أقول لك كاين مفاجأة في المونديال ديال العرب. غادي نقطع بزاف هذا الفيديو على هذه الموسيقى هذه، لأن هذه الموسيقى راه معنا، فهمتي؟ أتمنى التوفيق لقطر. أتمنى التوفيق لقطر. السعودية ولتونس وللمغرب الأشقاء. المغرب الأشقاء. نتمنى ان داك الشيء يكون من القلب، اذا كان من القلب راه حنا اشقاء، ولكن الصحراء مغربيه اطونسي. واقول لك اخر اسبوع ان شاء الله سوف تسمع كلام مفرح. اخر اسبوع ستسمع كلام مفرح، كيقول دابا كيهضر مع حليش. ليكام لكل العرب وللشعب الجزائري على التاهل الجزائري. للعرب وللشعب الجزائري على تاهل الجزائر. احنا ما غاديش نفرحوا علاش؟ لان لا تستحقون الصعود، ما غلبتوش. واش حنا نساندوكم واخا شي حاجه ديال الظلم؟ ظلموا الكاميرون، الكاميرون غلبات اصاحبي تستحق المشاركه. ونهضروا بواقعيه، داك الهدف قاتل، اتفق معك داك الهدف قتل المعنويات ديالكم، لكن اش دير دابا الى اهلتي الجزائر يعني ظلمتي الكاميرون، وعلاش غادي تظلم الكاميرون؟ اش هاد العنصريه هذه؟ ولا صافي انتم مبلانيين وباغيين تشاركوا غادي تشاركوا واخا تحيدوا تزيحوا منتخب اخر اللي تقاتل وغلب عن جدارة واستحقاق. ما تقوليش قاصة مع طاطاط، ما جبتي ليش شي حجة دامغة. راه الحجة ديال الظلم كانت فرات ضد الوداد من الترجي وما تخداتش حقها، باغي انت تاخذ حقك وما عندكش الحق اللي غادي تاخذ وما تظلمتيش. بإذن الرحمن. قال لهم هذا 11 في الشهر، قال لهم 11 يعني غدا. قال لهم 11 غادي يعلنوا مشاركة الجزائر. هذا 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 دابا كيتقهوى مع رئيس الفيفا. عرفتي شي جزائري؟ ندوز للفيديو الثالث. علام علام الفيديو الثالث. علاش ما بغاش يبدا؟ نعاودوا لي ازير، راه كيطلع لي الدم فاش كيتبلوكا البيسي هكا. عاود فسخ وعاود من جديد، شكون كيقول فسخ وعاود من جديد؟ هما صحاب شبروا 10 الناس، فسخ وعاود من جديد. من الجزائر تفضل. شي مكالمة. الو. نور الدين من الجزائر تفضل.
تسمعوا نور الدين. الو تفضل يا نور الدين. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. تحية لكم وإلى كل المستمعين. أهلا بك في قناة الحوار. يا أخي هذا يعني المشكلة التي أمني بيننا وبين المغرب يعني السبب الرئيسي تاعها هو النظام العسكري الجزائري. نعم. لأن هذا النظام شاهدوا من الأهل نكملوا سمعوا هذا النظام ما عندهش معاه علاش يبرر الإخفاقات التوعة. ماذا اللي كنقولوا ديما النظام ديالهم الكبرانات ما عندوش باش غادي يبرر هذيك الفضيحه اللي كيدير في الجزائر. اجي نلصقها في المغرب. المغاربه شعلوا العافيه. المغاربه صفطوا الجران الجراد ماشي الجران. المغاربه صفطوا لنا الحوت ودايرين لهم الكاميرات في العينين. شو دابا على هضره دابا واش وكل الكراغ الكيتي يقول قوم عاج كمل الا يعني خاصه يعني ما يعني من شد الخلاف من يعني 22 فبراير في القطاع حتى يبرر للشعب اعتذر. الصوت راه من عنده الصوت من عنده ما مسموع. حنا المغرب يا خويا حنا المغرب احب احب وكريها من كريها. حنا رانا مع رانا كما قال لك يعني عائله انا نصفي هاك ونصفي هاك يعني نصفي مغربي ونصفي جزائري. نعم. ما عندناش حتى مشكله يعني هذا البوليساريو شكون غادي نعطيك مثلا سؤال شكون اللي عاوننا احنا في الثوره؟ عاونونا المغاربه احنا في الثوره تاعنا عاونونا المغاربه. هادشي كيجهلوا بزاف ديال الناس خاصه الكراغيله كيجهلوا ان المغاربه راه عاونوهم في الثوره. المغاربه عاونوهم باش يشدوا الاستقلال. المغاربه ساندوهم اكثر من مره وهما باش غادي يردوا علينا كيردوا علينا بهاد الخزعبيلات ديالهم. كبرانات جايين باغيين انهم الشعب ما يخرجش الحراك ما يخرجش يطلب بحقه ما يخرجش يطلب بالبترول والغاز اللي ما كيستفد منه والو. وباش ما يخرجوش لهيوهم باش غادي لهيوهم كره سالات كره ما كاينش المروك كيقولوا 1 2 3 في بلجيري اجبوا على المروك. شوفوا المروك كانوا دايرين ضجه ديال الراب الكلاش هذا عجبات الكبرانات نشطوا يعني ان الشعب دابا ملهي ان المغرب هو السبب. المغرب هو اللي دانا المغرب ضدنا المغرب هو وكيقريوها كيدرسوها للناس اصاحبي. واش اصاحبي التلاميذ ديالهم دراري صغار كيقريوهم منذ نعومه الاظافر ان المغرب خايب المغرب داير في التاريخ. حنا هادشي اللي قريتي كاع كمغربي عمرهم جبدوا لك الجزائر ما كيجبدوهاش. الناس كيشوفوا لقدام ما كيشوفوش اللور ما كيشوفوش للتحت. نحن سابقينهم خصنا نشوفوا إسبانيا ألمانيا سويسرا نشوفوا دول الخليج اللي تقدمت علينا اقتصاديا وثقافيا وكذا وهذا وهذا. ما نشوفوش لتحتانيين. شوفوا وحدين مازالين كيشدوا الصفع على الحليب. شوفوا وحدين مازالين كيشدوا السدين ويقلبوا لي العينين واش حطوا فيه المغاربة الكاميرات. يعني اش بغاو يشوفوا عندكم؟ افترضوا ان المغاربة دايرين كاميرات اش بغاو يشوفوا عندكم؟ عندكم ما يتشاف كل عندكم ما يتشاف كاع ما توصلوا لهاد الحالة هادي. عندكم الغاز والبترول كيدوزوا لاوروبا الفلوس ديالهم جيوب الكبرانات والشعب شد الصف على الحليب. هذا هو الملخص ولا الخلاصه ديال الشعب الجزائري. السلام عليكم. صافي هذا الفيديو شكرا بزاف على الدعم ديالكم على لي كومونتير على كل شيء. السلام عليكم. واعطيوني الحريره والخبز خور وشي شويه ديال اتاي راكي درتي ليا انت القرون.